وفي المساحة الفاضية يروح لعماد متعب، وعماد متعب لشوقي، وشوقي على طول لجلبرتو اللي راح له صديق هناك، وعماد متعب يلم الكرة، عماد متعب وهدف، هدف جميل 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 جميل، هدف من بتوع محمود الخطيب وطاهر ابو زيد، هدف جميل جميل يحطه عماد متعب، اجمل هدف في اللقاء في الدقيقة 17، عماد متعب يحط الهدف الرابع في الدقيقة 17 من الشوط الثاني عشان تصبح النتيجة 4-1 في أجمل الأهداف في الدقيقة 17، أهداف جميلة جدا جدا، هدف عماد متعب في فكرة، في أحمد حسن رماها له، رقص ابن منصف ووقف، كله افتكر اللي هو هيلعبها بالعرض ببطن رجله في الزاوية البعيدة هناك عشان يتقدم الاهلي بهدف جميل لعماد متعب، 4-1. صديق هو اللي راح الجنب اليمين عشان يقابل جلبرتو، ودخل الاباني جوه تقريبا مرة تانية، وفي كده لخبطة في دفاع نادي الزمالك، و4-1. ويطلع شادي حكم بيقول ماشي اللعب، رغم في لعيب من نادي الزمالك واقع، ابو تريكا ناخدها تاني، عماد متعب ولا هدف الاول، ولا هدف الاول لنادي الاهلي، يا فاجئ الجميع، فاجئ الجميع، وحط الكرة على شماله عماد متعب ويجيب هدفه التاني في مباريات القمة، كان جاب الهدف الثالث في لقاء الدور الرابع في لقاء الدور الاول، عملها والله عماد متعب، انما لم يكن احد يتوقع ان عماد متعب هيشوط الكرة دي، غدا عماد متعب وفتح على شماله وشط كرة حلوة ويجيب الهدف ال11 ليه في بطولة الدوري هذا الموسم، اول موسم لعماد متعب في الدوري، ويجيب الهدف رقم 11 ليه، يتساوى في صدارة قائمة الهدافين مع مجدي عبد العاطي، يا شوفوا متعب استلام كويس من متعب وبص وفتح لنفسه الزاوية، ما حدش كان متوقع هنا، دخل عليه مدحت عبد الهادي وحطها بارعة، جميلة 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 من عماد متعب، يا عماد يا متعب، فعلا 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 لعيب مهارته عالية جدا في التلت الهجومي، ما فيش كلام، شوفوا المهارة هنا مقفول عليه السكة باتنين، فتح لنفسه الزاوية ومن خرم إبرة بيحط جول حلو حلو حلو، لاعبي نادي الزمالك وجاز وبيعترضوا على الحكم عشان كان فيه لعيب واقع من نادي الزمالك وبيتعالج، انما كره غير متوقعه بالمره، اول مره دفاع نادي الزمالك يبقى سايب مساحه كده اللعيب انه يتحرك فيها، لكن هو مع عماد ده تامر عبد الحميد ان شاء الله يكون سليم لانه كان واقع ومصاب اثناء الهدف، الهدف الاول في الدقيقه 16 بيجيبه عماد متعب، وفي كده ادي اهو الزاويه العكسيه دي جميله قوي، الزاويه العكسيه دي جميله قوي، نشوف اهو ادي محمد صديق معاه ودخل عليه مدحت عبد الهادي، لكن خرم ابره كده بيبص كده على الخرم الصغير قوي ده ويحط منه عماد متعب، عماد متعب ما فيش كلام من احد نجوم هذا الموسم بصفه عامه، النهارده بالهدف بتاع النهارده 17 هدف لعماد متعب في هذا الموسم مجمعه، سواء في المباراه الرسميه مع النادي الاهلي او في الكاس او في مباراه المنتخب، ادي متعب شايفين خرم الابره ده اللي سدد منه الهدف الاول للنادي الاهلي، رامي التماس مقطوع لعماد متعب، ماشي بالعرض عماد، ارضيه لابو تريكه لعماد، عماد ماشي عماد وعلى يمينه ويلم مره ثانيه بيدور عايز يلعب عرضيه، يخرب عقلك يا راجل، يخرب عقلك يا هداف، يخرب عقلك يا قاتل، حلوة 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 حلوة، عماد متعب يماغت الجميع، لف لفة وحط بشماله، حلوة 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 في البعيدة، يا سلام عليك يا متعب، يا سلام عليك يا عماد، يا سلام عليك يا عمدة، حلوة حلوة حلوة، مفاجأة مدوية مدوية، استلم استلم في توقيت حلو قوي قوي قوي، فاجئ الجميع ولف لفه حلوه جدا جدا بشماله بعيده عن ايدين محمد عبد المنصف، والهدف الاول للنادي الاهلي في الدقيقه 37، يا سلام عليك يا عماد، يا سلام عليك يا عمده، ادي عماد لما مدحت عبد الهادي في المنظر الاول
وحطها بشماله. حلوة حلوة حلوة، فلت المرة دي من مدحت في البعيدة، روعة روعة روعة. واحد لا شيء للنادي الأهلي بقدم هذا الهداف، هو هداف رابطة الأبطال الإفريقية برصيد 5 أهداف، وده الهدف السادس لمتعب. حلوة حلوة حلوة. وعماد متعب، وعماد متعب، وأحمد حاج خطير خطير خطير. الله 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 عليك يا متعب، الله الله عليك يا متعب، الله الله عليك يا متعب، يا عيني عليك يا لعيب. حلوة 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 حلوة. عماد متعب أخذ كرة روعة روعة روعة، شبه انفراد. جميلة 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 جميلة، روعة 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 يا متعب، يا ولد يا لعيب. أخذ كرة جميلة عبد المنصف، طبعا احنا هنجنن ليه؟ ملوش ذنب فيها الحقيقة، عملت سهلة جدا جدا جدا، معرفش وقع ليه على الأرض، هنشوف دلوقتي. لكن الإعادة خلي بالك منها، اتقطعت الكرة من تامر لمتعب، متعب ببطن رجله، روعة 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 يا ولد العيب. سهلة 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 سهلة. محمد عبد الوهاب بيفكر بيفكر، وتسديده، والثالث 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 والثالث. يا نهار ابيض، ايه الليله دي، ايه الليله دي يا متعب، ايه الليله دي يا متعب. يا نهار ابيض يا نهار ابيض على الليله، مش معقول مش ممكن، مش معقول مش ممكن، مش معقول مش ممكن. يا عيني يا عيني يا عيني، قذيفه مدويه من محمد عبد الوهاب ترتد من القائم، تلاقي القناص عماد متعب بيحطها من لمسة واحدة. لمسة واحدة كان يقرأ ايه؟ دقيقة واحدة كان يقرأ ايه؟ في لمسة ودقيقة حطها متعب جوه المرمى، والهدف الثالث للنادي الاهلي في الدقيقة 24. ادي عبد الوهاب، وادي القائم، وادي متعب المتعب. يخرب عقلك يا راجل، يخرب عقلك يا راجل. 3-0، ليلة من ألف ليلة وليلة في نهائي كأس مصر. على طول صديق مع أحمد متعب، ويريحها في منتهى الخطورة. هوبا، هدف 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 عماد متعب، عماد متعب هدف الأول من هجمة بقيادة عماد النحاس، وتروح لأبو تريكة تتريح له، القائم يصدها، تروح ومتابعة جيدة من عماد متعب في الدقيقة 7. يتقدم النادي الأهلي بهدف مشترك ما بين أبو تريكة والنحاس وعماد متعب. كرة جميلة جدا، ويحمر الملعب زي ما حضرتك شايفين في الثلاثي. وشوف حضراتكم تتلعب الكوره من ابو تريكه في القايم، ترد على طول، هنا بقى التوفيق وعدم التوفيق تروح له، ويلعبه على طول عماد متعب في هدف جميل جدا 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 في الدقيقه 7. عماد متعب يشعل المباراه في الدقيقه 7، ويتقدم النادي الاهلي. ادي الكوره في القايم، ترد على طول، هنا التوفيق وعدم التوفيق. واحد يقول لك يعني ريحت حلو قوي واحلى، وفي القايم تروح من الراجل اللي ريحها لابو تريكه. جميله 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 جميله. يلعب بسرعه جدا الكوره امير عند فلافيو، يعملها خطيره. عماد متعب، عماد متعب، وهي هوبا والهدف. الله 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 الله، فكيت النحس يا ابني، فكيت النحس يا ابني. حلوه 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 حلوه، روعه روعه روعه. تمريره جميله جميله جميله، عماد متعب داس على كورته وحطها بيمينه، لا تصد ولا ترد. حلوه 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 حلوه، احمرت مره ثانيه المدرجات. يا سلام عليك يا متعب، جميله 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 جميله. هدف روعة في التوقيت، روعة الروعة، بيمينه جميلة جميلة جميلة. بعد هدف عمرو زكي يتحدث مرة أخرى عماد متعب بلغة الهدافين. إيه الجمال ده؟ إيه الحلاوة دي؟ إيه الطعامة دي؟ طويلة وعالية، فتح الله وفلافيو، يلعبها فلافيو بشير، خطيرة خطيرة. والهدف، الله 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 يا متعب، الله الله عليك يا ابني، روعة 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 يا متعب. يا نهار ابيض يا نهار ابيض عليك، يا نهار ابيض، يا سلام عليك يا عماد يا لعيب. حلوة 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 حلوة. بيغني عماد من فترة للشبكة، يا قريب وبعيد، شوقي لك بيزيد، عندي لك مواعيد، وانت معايا مش داري، لا داري، لا داري ونص وثلاث ارباع. حلوة 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 يا عماد.